الله يسلمك الحين قاعدين نقص اللي هو الشولدرز حق اللي هو ريدي سايز. كان عندنا ستوك الحمد لله، بس تعرفين صار هجوم مره واحده خلص الستوك، والحين قاعدين نقص ان شاء الله حق اللي هو ريدي سايز. بس يبين ان شاء الله يعني ظاهره خير، انها حركه مو طبيعيه صراحه. الاربعه ايام اللي مرينا فيها يبون يودون عيالهم المدارس، تعبوا من تدريس اونلاين، خاصة بعد الحين إن شاء الله إذا رجعت الأمور إلى طبيعتها الأمهات بيرجعون إلى الدوامات. ماما والبابا شروا لي شنطة وثياب. أحس إن السنة مو نفس السنة الماضية، إن السنة إن الكل قرر إنه يجيب أطفاله حق حضوره المدرسة، عشان كذي صاير المحلات ضغط عليها الحين. لازم ميزانية على الصوب حق المدارس، لازم ضروري، إذا ما تشيل ميزانية ما تقدرين تشترين الأغراض الدراسية، اليونيفورم، الدفاتر، الشنط، القرطاسية. والأطفال دائما يحبون أشياء إكسترا. طبعا لازم يختلط بالمجتمع في النهاية، لازم يتعود على جو المدرسة. يعني ولدي اللي عم كان صف الأول يعني فما راح، ما جرب، إن شاء الله السنة أول مرة. بتروح المدرسة هذه السنة ولا بتتعلم أونلاين؟ بروح المدرسة هاي السنة. انت تبي تروح المدرسه؟ ايه. ليش تبي تروح؟ عشان هناك نسولف في بعض ونستانس. قول لي ايه احسن، تتعلم في البيت اونلاين ولا تروح المدرسه؟ روح المدرسه. ليش؟ لان المدرسه احسن من قاعده في البيت. قبل كنا نعاني من ضغط حزه مدارسنا، لازم تفصيل، بس موجود كميات جاهزه حق كل المدارس والروضات اللي عندنا. ففي الوقت الحالي اولي الامر يجي ساعه واحده ياخذ القياس اللي يناسبه، يتوكل على الله، يلبس الجهال، كل شيء امور طيبه. ما القياس ما طلع مناسب، تفصيل ياخذ من 10 الى 14 يوم، يعتمد على متى يجينا، يعتمد على نوع اليونيفورم نفسه. بس الاغلب ياخذون كميات جاهزه، الحمد لله متوفرين. طبعا في اقبال كبير على المدارس، اولياء الامور متشجعين عشان رجعت الاطفال للمدارس. وتقريبا كم تكلفه البدله الواحده اذا البنات والاولاد؟ هو احنا نحسبها طبعا على حسب القياس مال الطفل او الولد، فيكون تقريبا ابتداء من 9 دينار وهو صاعد البدله الكامله. سويتون اليهم كل الاغراض؟ حاليا في موجود عندنا بعض الاشياء اشتريناها، وقاعدين احنا نحاول نكمل الاشياء هذه. طبعا الاولاد في عندي 2 في الحكوميه، بس هذا بنحاول ندخله الخاصه الحين. وش تقولون حق الجهال الثانيين عشان انهم يحافظون على روحهم ما يصيبهم كورونا؟ لازم يلبسون كمامه ويقولون لامهم نشتري لهم معقم. يشترون شنو؟ معقم.